بتاعك ده الترند الحقيقي. شفت اول ما كسر اللي تحت خد بعضه راح فين؟ كويس. يبقى انت ايه؟ يبقى انت كل معرفتك ان انت لازم تعرف المثلث ده مثلث ولا مش مثلث اهو. طب تعالى بس كده قبل ما انسى اهو، شوف النموذج ده عبارة عن ايه. عبارة عن قناة سعرية عادية جدا، يعني قناة سعرية عادية جدا اهو. تعالى بس كده ايه نعدله، لان انا ماسك المايك ف ما بتعدلش من اول مرة كده اهو. شفت دي حاجة اسمها قناة سعرية. يبقى قناة سعرية اللي هي ايه؟ زي اللي احنا كنا شرحينها هناك. هناك انا شوف السعر بينزل يطلع ينزل يطلع ينزل ويطلع وهكذا. طيب خلي بالك، شفت هنا بقى ايه؟ لان وده انا كنت بكلمك عليه، لما يبقى الترند عندك صاعد ويكسر لاعلى اعرف انه هيرجع تاني. شفت بقى؟ هو دي الخبرة اللي انا بقولك عليها. لما الترند يبقى صاعد، ادي ده ترند صاعد اهو، ومن المفترض ان انت تاخد من هنا سل عشان تنزل معاه، ومن المفترض ان بعد الصعود ده يبقى في ترند الى اسفل، واخد بالك؟ يعني يحصل الكسر الى اسفل، يعني انت متوقع المفروض ان الكسر يبقى الاسفل، لان من يعني 90% ترند صاعد يبقى انت بتلاقي قمم ورا بعضها لفوق وقيعان ورا بعضها لفوق بتنتظر كسر الى اسفل. كلام سليم؟ يبقى انت بتنتظر كسر الى اسفل. طب افرض اللي حصل كسر لفوق، اعرف ان الكسر ده يعني انت تطلع معاه وتكسب منه، لكن اكيد 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 هيرد للترند نفسه. كويس. دي خدها بقى ايه، خدها دي بونبونايه كده، يعني زي ما بيقولوا بونبونايه، انا بحب اوزع بونبوني في الفوركس. كويس. طيب شوف بقى انت هنا، هتلاقي شوف ده هنا كان السوق هنا فتح على جاب. بص المنظر اللي انت شايفه ده، هنا السوق كان قفل. قفل امتى؟ في نهايه الاسبوع يوم الجمعه بالليل. كويس كويس. لما بيجي يفتح يوم الاثنين الصبح الساعه 12 بالليل الصبح، واخد بالك، ام فتح تحت. لازم شفت هنا فتح تحت بقى عمل ايه؟ عمل كسر، عمل كسر للترند من قبل ما يكسره. يبقى عشان عمل كسر الترند ام خبط بعضه ام نزل. كويس. طيب الجاب دي يا جماعه لازم بتتسد. بتتسد امتى بقى؟ الله اعلم. ممكن بعد يوم، ممكن بعد اتنين، ممكن بعد تلاتة، ممكن بعد اسبوع، ممكن بعد اسبوعين، ممكن بعد سنة، ممكن بعد سنتين. المهم الجاب دي لازم السعر مهما نزل لازم يطلع وايه ويسدها. شوف هنا اهو، الجاب كانت مقفولة هنا اهي مع عند قفلة الشمعة دي اهي. شفت السعر قام طلع 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 سدها بالظبط، وقام خب بعضه وقام نزل. يبقى سدت الجاب. هنا بقى في ناس بتشتغل على الجاب بس خلي بالك الموضوع ده في منتهى الخطوره، لان ممكن ما يسدهاش بعد كام ساعه، ممكن يسدها بعد اسبوعين ثلاثه، وبعد ممكن بعد ما ينزل ده كله يطلع يسدها. فانت ممكن تكون هنا واخد باي، يعني هو السوق فتح هنا تقوم انت واخد باي، يقوم ياخد بعضه وينزل ده كله من غير ما يسد هنا. كويس. شوف السد يعني ايه؟ يعني السعر نزل 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 وطلع ونزل وطلع ونزل وقام طلع 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 وصل مكان ما السوق ما قفل يوم الجمعه. طب ليه وصل مكان ما قفل؟ عشان لما فتح على جاب. كويس. دي اسمها جاب، ان هنا مفيش سعر اهو. بص الدنيا فاضيه ازاي. يبقى لازم يسدها بشموع. خلاص كده. يبقى احنا كده ايه عرفنا يعني ايه جاب، وعرفنا يعني ايه مثلثات. تيجي نجيب مثلثات كمان. ده المثلثات دي مفيش اكتر منها، اكتر من الهم على القلب. طيب تعالى كده نشوف مثلث.